على اساس ايه حضرتك بتحدد اذا كنت هستجيب لحقن البي ار بي ولا لا؟ في حاجات معينه او دلائل تقول لي هل في استجابه ولا لا؟ اه طبعا يا فندم. اول حاجه انتظام الدوره من عدمها، تاني حاجه سن حضرتك، تالت حاجه ايه هو السبب لحدوث فشل او ضعف في مخزون المبيض، رابع حاجه شكل المبيضين بتوعي بالموجات الصوتيه، وتحليل هرمون الـ AMH. دي العوامل الأساسية اللي على أساسها أنا بحدد لحضرتك هينفع نستخدم حقن الـ BRB ولا لأ، هل هستجيب منها ولا لأ، هل ربنا هيكرمني ويحصل حمل ولا لأ. إن شاء الله لما حضرتك تشرفينا بالعيادة نراجع كل تفاصيل حالة حضرتك ونحدد لحضرتك نسب النجاح، وعلى أساس كده بنحدد معاد العملية وإزاي هتتم. ألف سلام على حضراتكم، تابعونا في الحلقات الجاية للإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم.